الرئيس يعني الحقيقه قعد مده طويله جدا وسال في كل ما هو الحديث ده كله في اليابان، تخيلوا باقي المواضيع يعلم كل صغيره وكبيره عن مشروع تمويل، عن مشروع مدارس النيل، عن مشروع التطوير، عن مشروع الثانويه العامه، عن موضوع المصروفات، عن موضوع نقلنا في الخارج، كل حاجه. كل ده اتكلم فيه وهو حريص جدا ان المرحله الجايه تبقى كلها منصبه على بناء الانسان المصري، بناء اجيال جديده. عشان كده بنتكلم على تعليم جديد، الاساس فيه التربيه قبل التعليم، الاساس فيه بناء الشخصيه. ده محتوى الحديث وهو ان شاء الله يكون كده، هو هيتكلم على ده في الايام القادمه في المؤتمرات القادمه. ده شيء جميل جدا، فالحديث كله ايجابي. من ضمن الحديث الايجابي ده، لانه لا لو هنعمل مشروع زي ده احنا عاوزينه يبقى في مستوى، عاوز يدي الشعب المصري بتكلفه معقوله، جوده تضارع اي مستوى مدرسه اجنبيه. وده بالظبط اللي بنحاول نوصل له، هدف جيد جدا، مش حاجه كده بس عشان نقول دي مدرسه مختلفه، عشان مختلفه فعلا.